صدف وكلاماري وش هيك. ايش اسم الاكل؟ كوكتيل بروتيا. شريمس وصلاف وكلمار. قد ايش صار لك بالعمل هون؟ انا كلمار صار لي 6 سنين. خليت ايبلي مع ورق البار والحامل والمليح. ايوه. شريمس بنقليه نص تيلر، بنزته بالروتف، بنخليه يغلي بالروتف، ولسه بنقلي الكلاماري صحة ونعم. جميل. تجي مرة كان هاشم مين صوره أنت؟ أي نوع صدف لازم يكون يعني؟ هذا الصدف بيجي من تايلاند، تايلاندي. وهذا احسن نوع صدف احنا بنجيبه يعني اللي حبته كبيره، في المسكر بس من جوا فاضي يعني، هذا ملا اللحم اللي احنا بنجيبه. شايف هلا شريمس؟ سكر ممنوع، ممنوع يغلي كثير احسن ما يصغر. الصدف كمان غاليه صغيره. كيف الميات؟ الكلاماري ما تصور السيف. شاو السيف كده. حط السيف على الجوانب. شوية كشوت حلو صحة وانا. بنحطه بالطنجرة، بنحطه على النار، بنحط عليه شوية شوم كاتوش، بعدين بنعصر حامض، بندير عليه حامض، بنخليه مع الشوم كاتوش والحامض كمان شوية مي يغلي منيح على النار. بس يغلي بنجيب شوية ريسك هريسة، بندير عليه شوي يصير لونه هيك على زهري. وبس يغلوا كلهم منيح مع بعض بندير عليه طحين، شوية مراك عوف سدر، بنخلطه منيح. وهذا هو، حطوا اللي فيه. سيدي اسلموا ايديك.